بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعرفنا على حلقة اللي هي وايل، الآن في نوع جديد من الحلقات اسمه دو وايل في جافا. خلينا أول شيء نعطي مثال، نقول انت اي يساوي واحد، وايل هذا كان شكلها، ونكتب مثلا اي أصغر من أو يساوي أصغر من 4 مثلا. جميل، هذه كانت الوايل عندنا وفهمنا كيف نتعامل معها. الآن في حلقة جديدة اسمها دو وايل. لاحظوا معايا كيف تركيبها، ببساطة شيل الوايل، خلينا نحذفها ونلصقها هنا. جميل، ونحط فاصلة. ايش اللي حصل الآن؟ اللي حصل اننا جبنا الشرط بدل ما كان فوق جبناه تحت، صار تحت القوسين. والشيء الثاني اننا اضفنا فاصلة، اول ما كان في فاصلة بعدها. الشيء الثالث انك تضيف كلمة دو. لاحظ كيف صار شكل اللوب، كأنها وايل مقلوبة، كأنها وايل مقلوبة. هنا تكتب الكود عادي، مثلا system.out.println i مثلا، او println i. ايش اللي حصل؟ احنا قلنا هنا نقول له مثلا i++. ايش اللي حصل الان؟ لاحظ هذه دو وايل بنفس الطريقة، لوب جدا عادي، حيدخل هنا وينفذ الكود، وبعدين يتحقق من الشرط ويرجع مرة ثانية، ويتحقق من الشرط ويرجع مرة ثالثة، إلين ينتهي الشرط هذا، إلين عفوا ما عاد يتحقق هذا الشرط يخرج من اللوب. جميل؟ يخرج من اللوب. خلينا نشغل ونشوف. لاحظ الآن 1 2 3 لأنها أصغر من 4 فما طبع لنا 4. هذه هي الفكرة. طيب إيش الفرق بينها وبين الوايل؟ الوايل لو لاحظت كانت تكتب وايل، عفوا وايل اي أصغر من 4، وكنا نكتب القوسين. جميل، خلينا نجي هنا في الوايل، كان أول شيء يتحقق من الشرط بعدين يدخل ينفذ. يعني إذا الشرط ما تحقق من البداية، يعني افرض كانت الآي قيمتها 5. جميل، وافرض هذا الكلام ما هو موجود. الآن أول ما يجي للوايل إيش حيصير؟ ما حيخش الوايل من البداية أساساً، ولا حيخش هذا اللوب. ليه؟ لأنه من البداية الشرط هذا ما تحقق، معناته ما حيكرر ولا مرة. جميل، الآن خلينا نجيب الدو وايل. الشرط هنا مو متحقق، بس الدو وايل في البداية ما فيها شرط، يعني الشرط مو في البداية، الشرط في النهاية. فبهذه الطريقة حيدخل مرة واحدة على الأقل، لا يعني جاي من فوق التنفيذ. آي يساوي 5، حيدخل دو، أطبع زيد الآي صارت 6، الآن تأكد من الشرط. يعني الفرق بين الوايل والدو وايل إن الوايل ممكن تنفذ 0 أو أكثر، يعني ما تنفذ ولا مرة أو أكثر من مرة. الدوال تنفذ مرة واحدة على الأقل، يعني حتى لو ما تحقق الشرط، لأنه الشرط يكون بعد تنفيذ البلوك. أول في الوايل، في الوايل اي أصغر من 4 كان البلوك يجي بعد الشرط، يعني هنا الشرط هنا البلوك، فينفذ البلوك بعد، أول شيء يتحقق من الشرط بعدين ينفذ البلوك، لكن هنا ينفذ البلوك بعدين يتحقق من الشرط. هذا الفرق بينهم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.